بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني في الكيمياء المستوى الأولى علوم. الأمر يتعلق بالمحاليل الإلكترولية لسوليسيون إلكتروليت. لا بروميير بارتي. بروميير بارتي الجسم الصلب الإيوني. أن سوليد إيونيك. لهذا من هاد الفقرة هادي بغيت نعرف لي سوليد إيونيك مناش يتكونوا. بيان سور خلال العنوان تتكون من معدن الايونات. اللي باغي نعرف اكثر هو هاد الايونات هادو كيفاش تيتوزعوا، لا فاسون دو لا ريبارتيسيون ديال لي زيون في هاد لي سوليد هادو. غادي ناخذ ان اكزامبل، غناخذ لو كلورو دو الصوديوم الملح. كلورو الصوديوم تعرفوا بان الي فورمي دي زيون اينا بلوس وفيه لي زيون ماذا سي ال موان. الى خدينا ان بتي مورسو ديال كلورو الصوديوم وشلناه بان ميكروسكوب الكترونيك، ناخذ ان كريستال، ناخذ دي كريستو ديال الكلورور، ناخذ واحد الكريستال ونشوفو بالميكروسكوب الكترونيك. تيبان بحال هاد الشكل هذا، غادي يبانو لينا على الشكل ديال لي كوب، لي بتي كوب دي كريستو سو فورم دو كوب. فوالا في لا بوزيسيون ديال لي زيون اينا بلوس سي ال موان، فهاد لي سومي هادو فهاد الرؤوس ديال المكعب، عفوا الرؤوس، شحال من راس كاين؟ 8 عندو 3 4 5 هادو لي زيون اينا بلوس، تلقاوهم في الوسط ديال كل جهة. لو كوب عندو شحال من فاس؟ عندو 1 2 3 4. لا فاس الفوقانية في السونتر لوبوزي ديالو، لا دروات لا غوش. كل كوب هادو هما الايونات اينا بلوس اللي فيه. لا بوزيسيون دي زيون سي ال موان فهاد لي زاغيت هادو، لقيت هادا ا وهادا راكم عارفين، تيكون واحد سي ال موان هنا ها، فوالا 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 فوالا، هادو لي زيون سي ال موان. إذا هادو موزعين بانتظام، سو ريبارتي دون فاسون ريغولييغ، ماشي عشوائية. كاينش العشوائية هنا في الطبيعة، كاين النظام، كيما الحياة ديال تحت معنا النظام، راه هما جزء من الحياة، تا هما النظام، تكون واحد النظام، مكاينش العشوائية كوم سا، أوكي؟ اللي عشوائي راه خارج على النسق الطبيعي العادي ديال الطبيعة، اللي خلقها الله خارج على النسق، الأصل هو يكون النظام. إذن هادو موزعين بكيفية منتظمة، يسو ريبارتي دون فاسون ريغولييغ بالدارجة، كل واحد شاد بلاصتو، ما يتحركوش، سي تان سوليدا. بحال بغيتي تقول بالدارجة، تنقول حنا تنقولو لاصقين، كلشي لاصق، هاد الإيونات كلها شاد بلاصتو. سمحوا لي راه كاين واحد ما كتبتوش في السونتر هنايا، ماشي مشكل، كل واحد اللي تيهمني أنا ماشي هو نحفظ الشكل نو ولا فين كاينين نو، لان ابري في ليزيت سوبيريور غتقرا دي بارتي في لاشيمي كي سانتيريس لهذا الشيء. هذا اللي مهم عندي انا هو دون ان سوليد ايونيك جو تروف دي زيون كي سون فيكس، استرا بالاحمر سون فيكس، ايل اوكوب دي بوزيسيون بريسيز ريبارتي دي فاسون ريغولييغ، واكثر من هذا الشيء ايلي نوتر، هذا هو المهم. Il est neutre. Neutre, ça veut dire quoi? Le nombre de positifs est égal à quoi? Le nombre de négatifs. Et donc, c'est la structure d'un composé solide et ionique. واحد المرة واحد تلميذ قال لي أستاذ، قلت لي أنا لاصقين، إذا صعيب تحيدو، صعيب تحيدو أستاذ. وكيفاش حنا في الدار تناخذوا الملحه وتنبقاو نطيبوا بها؟ الشريف هذيك الملحه تاخذ راه في هذيك الكرسه ما تيتشافوش بالعين، راه ملي تدي الملحه في الطعام شحال من مكعب ضربتي. وقضيه اخرى، راه ملي تندير الملحه في الطعام تتولي تخلطات مع الماء، هذه هضره اخرى مازال ما وصلتش ليها. صحيح، اروليه ثانيا، الميزه القطب الثنائيه القطبيه للجزيئه. دابا لي كومبوزي سوليد الله يعاون.
وحنا ما بغيتش نسمحوا لي راه ما بغيتش نطرق لواحد الحاجه بان هاد الايونات فيهم دي زانتيراكسيون اونتر بلس اي بلس سو روبوس اونتر بلس او موان ساتير مالغري لا ريبولسيون اي لا تراكسيون تيحافظوا على نفس لا بوزيسيون. هذا ماشي موضوع ديالنا. سمحوا لي غادي نمشي لا موليكول بعض لي موليكول. دونك حنا دابا في لا بارتي الثانيه الى قريتوا العنوان غتلقاو العنوان سميتو لا موليكول بولير شي حاجه جديده. كيسك سي كون موليكول بولير؟ غادي ناخذ واحد المثال ان اكزومبل. هاد لا موليكول كلكم عارفينها HCl كلشي تعرفها. في جدع مشترك ملي تنديروا لا ستركتور ديال لي موليكول تتعرفوا بان كاين واحد قانون تنتبعوه باش هادوك الذرات تيتشاركوا مع بعضياتهم باش يكونوا لينا ما يسمى به الجزيئه. غادي ندير غير بتي غابي نرجع لجدع مشترك. الهيدروجين كان عنده زد على ان كلور عنده 17 كلور. إذا بغينا نديرو دوك تزاد الإلكترونات سيرون لي كوش شحال عندو كا دو ال 8 ام 7 إذا جمعتيهم 17 هذا عندو كا 1 هذا إني با ستابل خاصو أن إلكترون باش يحقق لا ستابيليتي ديالو. كلور عندو 7 خاصو تا هو واحد باش يدير خاصو 1 باش يمشي يدير لينا هنايا لا ستابيليتي تاعو. أش غيوقع؟ هذا خصو واحد هذا خصو واحد غيتشاركوا مع بعضياتهم. ملي غيتشاركوا اش غادي يولي؟ تتعقلوا على نموذج لويس ياك؟ وي استاذ تنجيو الهيدروجين الكترون اللي عنده شحال واحد ها لو كلور راهو شحال من الكترون عنده في لاكوش بيريفيريك لان داك التشارك تيتم عبر لي زيليكترون ديال لا فالونس ديال لا ديغنيغ كوش. راه قلتها قبيله سبعه تنديرو سبعة هكا أن دو طوا كات سانك سيس إي سات غادي توقع واحد لاليزون بين هادو هذا مع هذا غيتشاركو. إين فوا غيتشاركو غادي يوليو بحال هكا وغادي يجينا الكلور هو هذا وغادي يوليو هادوك لخرين هكا تيتولي بيناتهم واحد لاليزون هايست واحد لاليزون. ملي كنا في ترونكوما كي تنديرو ليها إلا بقيتو عاقلين تنجيو واحد نديرو شرطاكم كنا تنسميوها لاليزون كوفالونت سامبل. وهادوك لي زاليكترون لي مداخلينش في لاليزون متنكتبوهمش تتحيدو. أنا عندي غرض بهادي هادي أشنو هاد الشرطة هادي؟ هادي سيتي ليزون أش فيها؟ فيها دو زاليكترون ديال من؟ واحد جاي من الهيدروجين واحد جاي من الكلور. غاديا برافو شي لي بغيت نعرف. انا باغي نعرف اكثر هاد الالكترونات اللي درنا هنايا هادو اللي درتي هنا واش غادي يجيو في الوسط ديال ليزون ولا غيكحازو جهه الكلور ولا غيكحازو جهه الهيدروجين؟ حنا تنقشاش لا بوزيسيون ديالهم هما راه دخلوا في المشاركة. أنا غير بغيت نعرف فين غيكون واش غيكونوا جيت الكلور ولا جيت الهيدروجين ولا غادي يجيونا بيناتهم. جو ديسكوت لا بوزيسيون ديالهم مزيان. إلا قلنا بأن غيكحازو جيت الكلور صافي دير كوا أن الكلور عنده واحد القدرة أنه يجبد لي زيليكترون عنده تنقولي لا. وإلا كانوا غادي يهربوا من جهة الهيدروجين غادي يولي الهيدروجين عنده لا كاباسيتي هو اللي تيعتيري. ألور يعني أن هنا حنا أمام واحد الحاجة شكون هي الذرة اللي عندها قابلية أنها تأتيغي عندها لي زيليكترون وشكون اللي عندها قابلية أنها تروب في غوبوسي تفا. حنا غنتكلمو في لافيزيك على واحد الحاجة جديدة حاجة جديدة كاين دي زيليمون في لا فيزيك دي زيليمون الكترو بوزيتيف وكاين دي زيليمون الكترو نيجاتيف. نحيدو هادو بالعربيه
الكترو بوزيتيف كهرو موجبه، كهرو موجبه، هادو كهرو سالبه. يعني بحال بغيت ندخل واحد القزمه ديال الكهرو سلبيه والكهرو موجبه. الكهرو سلبيه هي لو فيت ان واحد لاطوم عنده قابليه انه ياتيغي عنده لي زيلكترون، كهرو موجبه هو تي روبوسي لي زيلكترون. الكهرو سالبه الى واحد الاليك الى واحد لاطوم جبد عنده لي زيلكترون، لي زيلكترون كي تيكونوا سالبه ما انا غادي تظهر ان شارج نيجاتيف. اما هذاك اللي الكترو بوزيتيف اللي غيدفع راه باينه من العنوان، بحال الى فقد الالكترونات، ما قلتش فقد، بحال الى، اذا غيعطينا بوزيتيف. الى رجعنا للجدول الدوري اللي قريته في ترانكوما، فيه 8 ديال المجموعات، 8 كاين 8 كاين 1 2 3 4 5 6 7 فوالا 8 1 2 3 4 5 6 7 8. سمحوا لي غادي نعطي غير بعض لي زاتوم. كنا تنديرو هنا الهيدروجين، الهيليوم، الليثيوم، البيريليوم بور، كربون، اكسجين، فلور، سمحوا لي، ليثيوم، بيريليوم بور، كربون، ازوت، اكسجين، فلور، نيون، صوديوم، مغنيسيوم، الومنيوم، سيليسيوم، فوسفور، سي ال، كاين واحد اس هنا الكبريت، ثم الكلور، ثم الارغون. اللي باقي تيعقل بان المجموعه الثامنه الي ساتوري، ساتوري معناها مشبعه ما تعطي لا ايونات لا جوج، مزيان. المجموعه الرابعه يمكن تفقد يمكن تكتسب، هذه معروفه. هاد العناصر اللي تيكونوا هنا في المجموعه الخامسه والسته والسبعه بحال مثلا الاكسجين كان تيعطينا ايون او دو موان، الفلور تعطينا اف موان، كلور تعطينا سي ال موان، الاكسجين او دو موان، اس دو موان، لازوت ان تروا موان، بي تروا موان. معنى ان هادو اللي في المجموعه الخامسه والسته والسبعه تعطيونا دي زيون نيجاتيف، اذا سو سون دي زيليمون الكترون نيجاتيف، هادو عندهم قابليه عفوا انهم ياتيريو لي زيلكترون. اما هادو اللي كاينين هنا شكون تلقاو اش بلس، الي بلس، ان بلس، بي اي 2 بلس، ام جي 2 بلس، بي 3 بلس، ال 3 بلس، تعطيونا لي بوزيتيف، سو سون دي زيليمون الكترو بوزيتيف. دونك لي زيلكترو بوزيتيف مجموعين في المجموعه الاولى الثانيه الثالثه، لي زيلكترو نيجاتيف الخامسه والسته والسابعه. تري بيان، حيدو هادو، رجعوا لي الله يرضي عليكم لا موليكول ديال اش سي ال، رجعوا لا موليكول ديالنا ديال اش سي ال. هاي اش قلنا؟ عندها ان الكترون، الاخر تا هو عنده ان الكترون، هذا راه عندو دوك ستة اخرين ما داخلينش. ملي كنا في السانكيام كنا نتكلمو على السحابة الإلكترونية، لو نياج إلكترونيك. نورمالمون أن هاد الإلكترونات سو سون با دي بوان، أتونسيون، هذا غير تمثيل رمزي، أما هما راه عبارة على واحد لو نياج، سحابة بحال شي سحابة. سمحوا لي نديرها بحال هكا مثلا، بحالكم هادي واحد السحابة إلكترونية تاع الدورة، أتونسيون. كلور تا هو عند واحد السحابة إلكترونية ديالو تدور بحال هكا. حنا غادا نقول لكم هذا إلكترون هذا إلكترون، غيتشاركو، يلا تبعو مزيانا، غيتشاركو هادوك السحابات غيدخلو مع بعضياتهم. اش قلنا في الكلور؟ الكلور تيعطي إيونات سالبة، مزيان. اش غيدير؟ غيجر. اشنو غادي يجر؟ هاديك السحابة ديالو غتبقى هي هادي، هادي يعني الكترون ديالو بقى حداه. هذا باش غيدير الاخر؟ غيجبد وغيطمع، باش يطمع خصو يجبد، ولكن ماشي غادي يجبدو كامل، غادي يجبد ان بورسونتاج. شتو هاد الفوليوم؟ غادي يجر منو بحال هكا، بحال هكا، شوفو، وغادي يخلي لهذا واحد الشويكيك، بحال قلتي جر لي 90%.
ماشي غادي يجرو كامل، راه الا مشى يجرو كامل اش غيوقع؟ غادي يولي الهيدروجين فقد الالكترون ديالو 100%. اسميت هاد العمليه غتكسر الرابطه، ما غتكونش لا موليكول بحال هكا، جامي ما تلقاهاش في طونسيون، غادي يجر واحد الشويه. شحال استاذ؟ ماشي ضروري شحال. شوف نورمالمون، نورمالمون كيفاش غتكون لا ليزون؟ راه في الحقيقه راه ما خصهاش تكون بحال هكا، والله ما بحال هكا، خصها تكون بحال هكا. شوف الجهه اللي الكو خصها تكون غليظه هكا، هماد شت هاد لابارتي، هادي هاد لابارتي هي هادي، وداك الشوي اللي بقى خصك دير ليه بحال هكا، غادي دير ليه هكا كبيره هكا هكا. ولكن حنا ما تنديروش هادشي، هذا واحد يضحك يقول لي استاذ اش هاد العجب، شنو ما تنديروش حنا اللي تنديرو. شوف الله يرضي عليكم في القسم الاساتذه غيقول لكم بحال هكا، غيدير هكا وغادي يجي يدير هكا وغادي يدير بحال هكا، صافي غيخليها هكا، ولكن غادي يدير ان فلاش بحال هكا. اش تتعني هاد لا فلاش؟ تتعني بان داك لو دوبلي الكترونيك إلي فورتومون أتيغي فيغ لو كلور، هذا هو المعنى ديالها، تيكون مجرور. كاين شي أساتذة ما تيديرو حتى حاجة، تيقول لك المهم راه ديبلاصا لا تجي وصافي. ماذا سينتج على هاد ديبلاسمون؟ سمحوا لي، منين كان كل واحد حدا الدرة تاعو، ما كاين حتى شو حنا هنا، هاد صاحبنا الكلور أش دار؟ راه تزادت ليه اون، تزادت ليه واحد لاشارج، سمحوا لي دابا هاد لاشارج ديال هذا بني كانت هنا بوحدو، هنا 100%، هنا مثلا نقولوا مشات 80 بقات 20%، إذا هذا شو ولا عندو؟ عندو ولا عندو انكسي ديال لي شارج نيجاتيف، ما غيبقاش نوتر، غيحمل اون شارج نيجاتيف، ولكن شحال هز؟ هاد الموان هي هادي، ماشي شدها كاملة، شد منها 80%. كون شدها 100% غادي ندير موان، بما ان ما شداش 80% تندير واحد الدلتا، هذيك الدلتا اش نقصدو بها؟ 80 انا ماشي نقول لك 80 بالضبط، امثال الدلتا تعني بان عنده واحد الشحنه، واحد الجزء الشحنه زايد، جزء زايد ماشي لا فالور ديالو، الدلتا ماشي هي 80 غير كتعبير، الدلتا غير تعبير على انه تزادت ليه شي شحنه سالبه، ولا هذا تزادت ليه شحنه سالبه هذا شنو؟ فقد غيولي موجب، تنقولوا بان غادي تظهر عليه واحد الشحنه موجبه، كي يقول لي استاذ ايوا راه ماشي نفس دلتا، هنا 80 هنا 20، انا ما قلتلكش دلتا تساوي 80، الله يرضي عليكم، انا قلت دلتا كتعبير، راه ممكن ندير لا دلتا بريم، شكون اللي غادي يحيدها ليا من فمي؟ غير كتعبير، كتعبير، إذا فينا هو دابا لوبجيكتيف الله يخليك؟ هو انا مني غنعطيك واحد لا موليكول بحال هكا، شوفوا بحال هكا، وندير لك الرابطه هكا، راه غنسولك غنقول لك فينا هي الشحنه موجبه فين سالبه، ماشي تبقى ترسم لي ديك دلتا هذاك التخربيق، لا ماشي تخربيق هذا، سمحوا لي غادي تمشي تجاوبني تقول لي استاذ كلور سي ان اليمون الكترون نيجاتيف، راه قلتها قبيله، غير تقول لي الكترون نيجاتيف موا دينا دلتا صافي، إلا كان هذا إلكترو نيجاتيف راه غيكون إلكترو بوزيتيف، غدير دلتا هنا سالينا، غنسولك واش هادي سيتي ليزون؟ غتقول لي وي أستاذ سيتي ليزون، سيتي ليزون بين ماذا وماذا؟ بين دو زاتوم، كي داير دوك لي زاتوم؟ عندهم شحن، ولات عندي لا موليكول بحال شي حاجة عندها جوج الأقطاب، قطب موجب قطب سالب، إذا هاد لا مول هاد لا ليزون جات بين جوج الأقطاب موجبة سالبة، تنقولو رابطة نكتبها بعدا بالعربية هي الأولى مستقطبة، مستقطبة معنى أنها بين ذرتين لهما قطبين، مستقطبة أون فرونسي سي تو ليزون بولاريزي، عقلوا على هاد لي تيغم هادو، ليزون بولاريزي، دونك اون ليزون بولاريزي سي تو ليزون انتر دو زاتوم كي بو دي بول،
بوزيتيف اي نيجاتيف صافي. تري بيان لا موليكول خصنا نعطيوها شي سميه. تنجيو تنهضروا على واحد الحاجه لو سونتر دو غرافيتي ديال لي شارج بوزيتيف لو سونتر دو غرافيتي تاع لي شارج نيجاتيف. تتبينوا ليا في الشكل. اجيو نشوفوا لو سونتر دو غرافيتي. اسمحوا لي نرسم لا موليكول من جديد. ايماجيني بان الهيدروجين بحال شي دائره لان في جذع مشترك. شنو نديرو؟ نعطيكم لي موديل دوك الكرات بيضين حمرين صفرين. هذه كره ديال الهيدروجين تتكون بيضاء. فين هو لو سونتر دو غرافيتي ديالها؟ في الوسط. مزيان اسيدي. كلور تكون كبير، خضر تكون خضر. فين سونتر دو غرافيتي ديالو؟ هنا جي ديال موان. تنشوفوا جي بلس جي موان. انا غنمشي نديرهم هنا، ماشي ضروري نرسم لكم دوائر. هاي تنفترض بان هذه عباره على دائره، نمشي للمركز ديالها تندير جي بلس. هذه عباره على دائره، غادي نشوف الوسط ديالها تقريبا، تندير جي موان. كي دايره جي موان وجي بلس؟ غير متطابقين اون فرونسي، نو كونفوندي. راه تيبان لكم بان نو سون با كونفوندي. او كا او الى ما كانوش كونفوندي، تنقولوا بان الجزيئه قطبيه فرنسيه، موليكول بولير، وهي اللي عندكم في العنوان لا موليكول بولير. اذا كاين لو مو بولير، كاين لو مو بولاريزي، كاين قطبيه، كاين مستقطبه. لمن تنقولوا مستقطبه بولاريزي لا ليزون، لمن تنقولوا بولير لا موليكول. كونتيسك اون موليكول ايديت بولير. نهار تبغي تعرفها غتقلب على جي بلس و جي موان، لقيتيهم ما مطابقينش قول لي بولير، لقيتيهم مطابقين قول لي نون بولير. طبيعي اكيد هذا المثال فهمتوه. غندوزو لمثال اخر ولا امثله اخرى. ناخذوا لا موليكول H2O الماء، غادي ندير لها لا ريبريزونطاسيون دو لويس ترون كومون. فيها الاكسجين، فيها واحد لاطو ديال الهيدروجين كوم سا، هيدروجين كوم سا، كاين واحد لونغل ديال 107 دوغري. هادشي ماشي مهم عندي. كاين هنا دو ليازون جوج، ها وحده وها وحده، دو ليازون اللي فيها. سؤالي واش هاد لي ليازون سون بولاريزي؟ و ابري غنقول اسكو لا موليكول ايديت بولير. إلا باغي تعرف واش لا ليزون إلي بولاريزي، شوف هاد لا ليزون فيها ياش أوكسيجين هيدروجين. أش قلنا على الهيدروجين؟ سي تان لومون إلكترو بوزيتيف، تدير لي أون شارج دلتا بلس. خوه أون شارج دلتا بلس، مي تدير دلتا بلس مفهومها أن داك الإلكترون ديال هذا مشى لي واحد الجزء. غير شتي ما تدخلش في هاد ديتاي. إذا كان هذا إلكترو بوزيتيف الأكسجين أش قلنا قبيلة؟ تعطي نيجاتيف. أش تعطي؟ ها؟ تعطينا سليمة، غدير دلتا موان. ولكن ما تنساوش بأن لا موليكول إلي ناتر. هاد محايدة خاصها تبان هنا، شنو محايدة؟ عدد الشحنة الموجبة يساوي سالبة. شحال من شحنة موجبة عندك؟ راه عندك جوج. خضر ضربة دي في جوج. واحد المرة واحد قال لي أستاذ حيد هادي ولينا دير لينا دلتا دو موان. صافي ودير لها بحالك. شتي بيني وبينك ما المانع، ولكن الا مشيتي تكتب لي دو دلتا موان تتعبر بان ديك لا ديفيرونس ديال لي بلوس هنا شحال كاين؟ كاين جوج. هاد جوج خص يبان تما لو كوفيسيون دو. عمرنا ما تنديرو دلتا موان ولا دلتا دو اف وان دلتا دو موان، لان دلتا موان في غير رمز، غير رمز قلنا قبيله. ها لا موليكول اسكو سيت ليزون اي بولاريزي؟ وي. كاينه بين دوز اتوم اللي فيهم دي بول، ماشي ضروري تكون بلوس وحده وموان وحده. نو 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 نو، يمكن تكون بلوس وحده واخا ما كايناش 100000 موان، تيهمنيش انا داكشي. انا عيني تشوف بلوس اي موان. نفس العمليه هنا، اي ديت بولير بولاريزي عفوا سي با بولير.
بولاريزي وي اسكو لا موليكول بولير يلا شكون اللي جاوبني نبقى داوي بوحدي يلا اش غنديرو جي بلس ياك يلا فين هو جي بلس اش تنقصد بالجي بلس لو سونتر دو جرافيتي ديال لي شارج بوزيتيف الشريف عندك دو شارج بوزيتيف واحد المشكل كاين جوج شوف كاين هذا وكاين هذا بحال بغينا نقولوا هذا جي بلس الاول وهذا جي بلس الثاني خاصك تحدد الجي المكافي لي مات بحال هكا هذه ماشي رابطه مستقيم المنتصف علاش لي ميم زاتوم بحال داكشي ديال العلاقه المرجحيه ها جي بلس جي بلس هو لو سونتر دو جرافيتي ديال توت لي شارج بوزيتيف عندك لا شونس في النيجاتيف كاين غير واحد هو جي موان اسكي سون كونفوندي نو سي تي موليكول بولاريزي جوزي ا قطبيه غود استاذ زيدنا شي ميتر عرف سيت 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 اييه ها ان اش 3 الامونياك استاذ زوينه هادشي ها زوينه غادي نديرو لا ريبريزونطاسيون في لاسباس ان اش اش غادي تشوف مزيان كي داير اش كي دايره ولا يلا لي شارج الهيدروجين بوزيتيف الهيدروجين بوزيتيف الهيدروجين بوزيتيف نيجاتيف شحال 1 2 3 خصنا 3 ديال طاموان ليزون بولاريزي 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 اسكو لا موليكول دي بولير نقلبوا على جي بلس وجي موان نبدا بالجي بلس جي بلس هو لو سونتر دو جرافيتي ديال لي شارج بوزيتيف عندك ثلاثه هذا جي بلس الاول هذا جي بلس الثاني وهذا جي بلس الثالث ثلاثه اللي ولاو كي غادي تلقى ليا السونتر دو جرافيتي ديالو حتى نديرو في الماط هادشي تنديرو هكا في لي مات بحال مثلث تتقلب على السونتر ديالو غادي تقدروها هذا جي بلس فين جي موان عندك واحد تي هاد لا شونس اسكي سون كونفوندي نو دونك سي تي موليكول بور لا ريزي تري بيان استاذ شتك قال لي جدي تقول لها بولاريزي جيب شي حاجه ماشي بولاريزي استاذ مرحبا مرحبا توت سويت تعرفوا هذا ثاني اكسيد الكربون اكسجين ثاني اكسيد الكربون لا بريزونطاسيون ديالو كره العام اللي فات عندك تقول لي شنو هادشي ها يا سيدي سي او 2 فين عفوا يلا شوف هاد لازم من هاد الجهه الاكسجين اش تيعطينا كاين شارج نيجاتيف هذا اش غيعطي كاين شارج نيجاتيف هذا غادي يبانو فيه دو شارج بوزيتيف سي تي ليزون دوبل بولاريزي ليزون دوبل بولاريزي جي بلس اي جي موان جي بلس كاين واحد ولكن جي موان راه كاينين جوج شوف شوف هذا هو جي موان 1 هذا جي موان 2 فين غادي يجي لو سونتر دو جرافيتي ريزولتان غادي يجي فوق هذا هذا هو جي موان اذا هاد لا موليكول اش فيها فيها دي ليزون بولاريزي ولكن ني با بولير ماشي ضروري الا كانوا لي ليزون كوفالونت الا كانوا لي ليزون بولاريزي لا موليكول اي بولير ماشي ضروري هي ماشي ها لي ليزون بولاريزي مي لا موليكول ني با بولير لان جي بلس و جي موان كي دايرين جو مطابقين هكاك استاذ زوين هادشي استاذ اعطينا شي حاجه ما فيها لا بولاريزي لا بولير هاو تا حاجه كاع نشوف تعرفوا غاز الهيدروجين تنعرفوا استاذ تعرفوا غاز الاكسجين تعرفوا استاذ تعرفوا غاز الازوت تعرفوا استاذ يلا عطيني هذا الهيدروجين كي تيكون بحال هكا اكسجين بحال هكا لازم تحرك يلا يلا الاولى فين بوزيتيف فين نيجاتيف يلا
يلا هضروا شويه رأيت. يلا خديجه بلا ما تجي اقول اقول تباعد اجتماعي اقول ابقيت غنقول لكم خديجه اش قالت استاذ قلت لنا الهيدروجين بوزيتيف الهيدروجين بوزيتيف شكون اللي متفق معاه بوحدك شكون اللي عنده شي راي اخر سين سين حيدت شي باش نشوف العجب نسمع لكم العجب خالد قال لكم هنا بلس هنا مو والله لا ولات زيدوا زيدوا زيدوني عافاكم زيدوني زيدوني كاين شي راي اخر ها لاميا نعم عرفت اش قلت ليا وعرفت اش قلت قلت لك ما كايناش كاين حتى حاجه هذه واعره هذه يلا فكروا شويه يلا كي قلت لي استاذ ما دير حتى حاجه خليها هكاك زوينه هذه يلا فكروا شي شويه يلا اجيو نناقشوا الحالات كاملين الا قلتي لي هذا بلوس اش يدير معنى غيدفع هذا اش غيدير غيدفع مزيان عمرك شتي شي رابطه فيها نفس الشحنه موجب وموجب انا عمري شفتها في حياتي ديما لا ليسون تكون فيها بلوس اي موان ما يمكنش هذه التخربيق ثانيه هذه في تناقض علمي نفس العنصر هذا نفس العنصر اما خلقوا الله تي اتيري ولا تي روبوسي نفس العنصر الهيدروجين ما يمكنش هذا يكون تي تي, تي ليبيري والاخر تي اكسبتي لان الهيدروجين عنده لا كاباسيتي انه يروبوسي ما يمكنش معنى ان هنا هادو خوت بالدارجه خوت كل واحد تيخلي حدا الكترون ديالو سالينا صافي تقول لي شتي شوف حنا خوت بحالي بحالك شد ديالك حداك ونشد انا ديالي حدايا صافي سمحوا لي تنهضر بهذه الطريقه باش تفهموا في ساعه اذا هنا ما كاين لا بلوس لا موان الرابطه ماشي بولاريزي بيان سور ما كاينش بولير هنايا نفس العمليه في هذا خوت لازوت خوت بلغه اخرى فين ما تبان لكم شي رابطه فيها نفس العنصر اما بسيطه ثنائيه ثلاثيه ما كاين لا مستقطبه ما كاين لا قطبيه هذه بتيت رمارك كاين امثله اخرى لا اخفيكم سرا بان غادي تعصروا فيهم شويه يمكنش انا نعطيك كل شيء ديما في الكور تنخلي التمارين ما نقول واحد مره واحد التيميت قال لي استاذ بغيت غنعرف هذا الشيء علاش تعليق تاك منا فهم مزيان قال لي واه فهمت كل شيء ولكن استاذ علاش تعليق كنتي واه زربتي وحنا يلا قلنا بسم الله قال لي راه تعبيت ما نفكر هذا الشيء فين غيخدم استاذ راه ما درني راسي هذا الشيء فين نخدموه هذا قطبي ما قطبي ما مستقطع ما مستقطع فاش غيفيدني هذا الشيء هذا سهله سهل نعطيكم واحد المثال غناخذ واحد الاناء ديال الماء لو اش 12 في لي موليكول ديال اش 12 سمحوا لي غنرسم غير اون موليكول راه ماشي وحده راه كاين دي مليار غادي نشد سيدي غادي نديرو فيها شويه ديال اش سي ال كلورور الهيدروجين قبل قليل درت لي بحال هكا واش غادي يكون ذوبان معنى واش الماء قادر يذوب اش سي ال تنطرح سؤال استاذ على ما غيدوبوش انا قلت لك غتنفترض وغنقول لك حاجه اخرى يلا غناخذ الماء النيس اللي ما فيه دي موليكول ولكن ما غاديش ندير اش سي ال دابا غندير سي او 2 لو غاز سي او 2 غاز ثاني اكسيد الكربون غنديرو في الماء واش غيدوب ولا ما غاديش يدوب سمحوا لي غادي نمشي لكم التجارب هما الاولين انا غادي ندير قدامك التجربه دابا هنا الى عندي شويه ديال الماء معليش الماء ما كاينش قليل فضل دير واحد الحاجه خذوا
واحد الكاس فيه الماء، خذ واحد تيو دخله في الماء وتبقى تصوت بحال هكا، راه سهله. انت خذ السيلو ياك، حيد لي هاد اللعيبه هادي، حيد هاد اللعيبه وخشيه في الماء، تبقى دير تبقى دير ودير. منين تدير اش تدير؟ دخلتي الاكسجين، تدير كيسك تي ديكاجي سي او 2، هو هذا فين دخلتي في الماء. غادي تضحكوا ملي تبقى تلعبوا هكا، اش تلاحظوا؟ واش تلاحظوا؟ تلاحظوا بان كاين كاين كشكوشه تخرج، معناها اش؟ ان السي او 2 لا يذوب في الماء. هادي هادشي كلشي كلشي قادر نديروه. غتقول لي استاذ والله ما داب، كون داب كون بقى في الماء، بما ان كشكش خرج معناها راه ما دابش. استاذ زوين هادي، وهادي يا استاذ هادي خص يكون عندك الماتيريال، صعيب ديرها في الدار وليدي هادي، لان ما عنديش لو كاز ديال السهل. غادي نحكي لكم على واحد التجربه، ولكن نتمنى انكم تدخلوا اليوتيوب تقلبوا عليها. في اليوتيوب غتكتبوا لا ديسوسياسيون دو كاز اش سي ال دون لو يوتيوب، غتلاحظوا يدير واحد الحاجه، غادي ياخذ واحد الكاس ديال الماء عامر بالماء، وغيجيبوا قاروره، قاروره هكا، قاروره فيها روبيني مسدود فيها غاز اش سي ال، غيخشيوها في الماء، ولكن ديك القاروره عامره بالغاز، غيحلوا له روبيني. شتي ملي غادي يحلوا الروبيني، كون درتو التجربه شتكم الخلعه، تتبقاو تلاحظوا بان الماء تجبد تمص، عرفتي تيجبد لك الماء طلع بالجهد الفوق، في الاخر هو يبدا يتخوى كامل لتحت. هذا سميتو ليكسبيرونس ديال لو جيدو، بحال النافوره لو جيدو. علاش طلع للفوق؟ باش يمتاز مع اش سي ال، ومنين تيهبط وليداتي لهنا تنحيدو القرعه وتنديرو لاناليز ديال داك السائل، تلقاوه ماشي ما بان ما دايبه في اش سي ال، معناها يذيب. يمكن لكم هاد ليكسبيرونس تشوفوها في اليوتيوب. استاذ مزيان، ويلا غدا استاذ في الشفر قالنا الاستاذ هل يذيب ام لا؟ نقولوا له سير اليوتيوب. لا، حنا فين غتنفعك بولير؟ اجي الماج قلنا قبيله سيتي موليكول بولير، مزيان. اش سي ال سيتي موليكول بولير، مزيان. الماء سيتي موليكول بولير، جيد. اش سي ال نون بولير. فهمتي ولا مازال؟ راك بوراس يلا قول، فهم يلا قولوا لي. إلا درتو أن كومبوزي بولير في الماء تيكون تفاعل تيدوب، وإلا درتو أن كومبوزي نون بولير في الماء، الماء ما تيقدرش يذوبو لأن ماشي بولير. وهاد لو فينومين غادي يكون ديزيتيود أبروفوندي في التعليم العالي إن شاء الله، لأن هنا تنعطيكم غير كما تنقولو حنا رؤوس الأقلام، غير بعض الإشارات لي ديطي حتى للتعليم العالي إن شاء الله. إذا غدا إلا عطيناك شي حاجة بولير في الماء تذوب، ماشي بولير ما غاديش تذوب. فوالا هذاك اللي سولني اش بغيتي تشتي دابا طمأنيتي صافي ارتاحيتي، ها ما بقاش راسك دارك اسيدي. مزيان غادي نمشيو اسيدي لثلاثة، فقرة ثلاثة لي زيليكتروليت. شنو يا سيدي لا ديفينيسيون ديال الالكتروليت في السنة الماضية؟ جاي من جدع مشترك، شكون الالكتروليت؟ استاذ كان الحجر الصحي ما كملناش المقرر، كاين تعليم عن بعد، كاين تعليم التعليم الذاتي، والا غادي نقول لك كاين الكسل المشعشع في الدماغ ديالنا صافي، نمشي نجلسو ما كاين حتى حاجه على قص الارض. اسمح لي ما خدمتلكش. الكتروليت هي كل ماده سائله فيها ايونات وتسمح بمرور التيار الكهربائي الترانزوليدي، هذه هي لا ديفينيسيون. كل مادة سائلة، شنو مادة سائلة؟ مادة سائلة يمكن تكون مادة محصلة عليها بذوبان شي مركب في سائل، مثلا في الماء. نعطيكم مثال الملحة، إلا شديتي الملحة درتيها في الماء حركتيها، غتعطيك واحد لا سوليسيون فيها اينا بلوس سي ال موان.
هذه الكتروليت. علاش؟ فيها ايونات، وفي السنوات الماضيه تسمح بمرور التيار الكهربائي من درنا جذع مشترك في التيار الكهربائي المستمر. ها واحد. كاين ماده سائله اخرى يمكن لي نجيب الملح النيت الملحه، ولكن ما كاين لا ما لا جوج ملحه. لو كلوروت الصوديوم ولكن صلب. غادي نردو سائل تسخين، تسخين لا طومبيراتور سميتها عمليه الانصهار. راه الانصهار ماشي هو ذوبان، ذوبان تيكون في الماء، انصهار تيكون مع ارتفاع درجه الحراره بلا ما ندخلو شي سائل. اذا الا كانت شي ماده منصهره ماشي غير الملح، اي ماده، ماده منصهره وفيها ايونات وتسمح بمرور التيار الكتروليت، راه جميع المواد اللي فيها ايونات تسمح بمرور التيار، معروفه هذه، اما تسمح به يعني بكثره بقله ضعيف مهمل هذاك لا باخر. فوالا، اذا الالكتروليت هي كل ماده ماشي كل محلول، لان محلول هو داخل فيه الماء. اوكي، كل ماده تسمح بمرور التيار يمكن تكون عباره عن ماده يعني محلول، يمكن تكون عباره يمكن تكون جايه من عمليه ديال لا فيزيون، الانصهار هو لا فيزيون. ثلاثه جوج، اشنو هما لي زيتاب اللي خصو يدوز منهم واحد المركب ايوني ملي غادي يخضع للمراحل ديال الذوبان؟ انا غادي نرجع داكشي اللي قلت قبل قليل، غناخذ الماء لو غنديروا فيه الملح انا سهل. كلكم تتعرفوا بان الملح الا درناه في الماء تذوب. الا قلت لك احكي لي على لي زيتاب بحال هكا نقول لك دير ان ميكروسكوب الكترونيك وشوف ووصف لي بحال غادي واحد العمليه ديال الوصف ماذا سيحدث. اوكي، تتعرفوا بان بعد كلورو الصوديوم قبل ما ديروا في الماء عنده واحد البناء بين لاوري، هو هذا قلنا قبيله، ها كاين اينا بلوس، ها كاين سائل موا، ها ومعناتها قلنا قبيله بان الايونات كل واحد بلاصتو، قلتها قبيله ملي تديرو في الماء اش تيوقع؟ هاد الروابط تيتهرسو، يعني ان المركب تيتشتت لا ديسبيرسيون، هادي المرحله العمليه الاولى فين ما تنديرو شي مركب صلب ايوني في الماء، اول حاجه تتوقع لي تيتشتت لا ديسوسياسيون. سافي دير كو لا ديسبيرسيون، سافي دير كو لا ديسبيرسيون هي ان البناء ديالو تيتشتت. هادوك لي ليزون تتوقع لهم اون كاسيور تيتهرسو. اوكي مزيان. انا غنرسم لكم دابا اش غيوقع. لي ليزون مشاو الله يعاونهم بحال قلنا الشيطان رابت، هادي هي سميتها ديسبيرسيون رابت هاد الايونات. شوفوا ها هما الاخرين، شوف سمحوا لي غنبعدو شي باش تبان لكم مزيان. رابت سميتها ظاهره التشتت لا ديسبيرسيون. ثانيه خويا هاد الايون هذا شكون هو؟ اينا بلس. شكون هذا؟ اينا بلس. شكون هذا؟ اينا بلس. شكون هذا؟ اينا بلس. شكون هذا؟ اينا بلس. هذا السائل موان، السائل موان، السائل موان. هاد الايونات اللي كاينين هنايا فين كاينين دابا؟ كاينين في وسط الماء من بعد ما جاو من الظاهره ديال التشتت ولا تفكك بحال. هاد الايونات هادو غيدور، هاد الايونات هادو غيدور، غادي يكونوا في وسط الماء، غادي يكونوا في وسط الماء، يعني ان الماء داير بهم، هادشي معروف داير بهم بالنسبه للماء. لا موليكول ديالو كي دايره بحال هكا، حنا فيها دو دلتا موان دلتا بلس دلتا بلس. اش غيوقع؟ غادي يوقعوا دوك لي زانتيراكسيون الكتروستاتيك تاتي.
التيارات الكهربائيه. بين غادي ناخذ دابا الايون، الايون انا بلس اش غيدير؟ البلس غادي يجر ليا موا ديال 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 الماء، غادي تجيك واحد لا موليكول ديال الماء عند هذا غيجرها بحال هكا، غيجي اش هنا اش هنا، هذا بلس هذا بلس هذا دو ديال طاموا، لان البلس والموا يتجاذبان. جزئ اخرى جزئ اخرى جزئ اخرى جزئ اخرى، معناها شنو؟ ان الايونات انا بلس تتكون محاطه بعدد من جزيئات الماء، محاطه بعدد جزيئات الماء. نفس العمليه السي ال موان، ولكن شكون اللي غادي يجي لحدا السي ال موان؟ غادي يجي اش بلس اش دلتا بلس. نفس العمليه نفس العمليه نفس العمليه، معنى ان كل ايون تولي محاط بان نمبر دو موليكول ديالو. وهذه تستحق تسمى ظاهره، ظاهره تصحاب سهله ولا؟ اذا الايونات اش غيوقع ليها؟ الايونات الموجبه والسالبه تتكون محاطه بجزيئات الماء، تنقولوا بان ايونات ولات مميه. مميه، كلمة مميعة راه باينة في اللغة العربية، مميعة معناها ماشي فيها الماء، نو داير بها الماء. فرنسية تنقولو سوسون ديزيون سولفاتي، سولفاتي سولفاتاسيون سولفاتي. إذا قلنا لكم لو فينومون دو لا سولفاتاسيون هو أن ديزيون سون تونتوغي باغ دي موليكول ديالو. الظاهرة الأولى شنو هي قلنا؟ التشتت والتفكك، تفكك ثم ماذا؟ ظاهرة ماذا؟ السولفاتاسيون، ولا تنقولوا لها ظاهرة التميه، ظاهرة تميه السولفاتاسيون. إذا كاينة ظاهرة التفكك، يعني أن المركب واش يوقع ليه؟ يتفكك، ثم بعد ذلك ماذا؟ يتميه، ومن بعد ومن بعد اسمحوا لي ها إنا بلوس ديالكم، ها لي موليكول ديال ما دايرين به. لي موليكول ديال الماء ومات هذاك الايون اخويا، ملي غادي ملي بحال بحال هكا، شوف ملي غيجي بحال هكا هاو سمعتوني، وغادي يجيو الايونات دايرين به واحد هنا واحد جزيئات عفوا من هنا من هنا. واش هذا واش هذاك الايون غادي جالس في بلاصتو جالس هكا والايونات دايرين به؟ بغيت نقول بلغه اخرى، بغيت نقول لكم بواحد اللغه اخرى، واش هادوك الايونات واش هادوك الايونات واش هادوك الايونات غيبقاو في البلاصه ديالهم؟ غيبقاو في البلاصه ديالهم. تعرفوا بان الايونات يمكن لها تحرك، شكون اللي غادي يحركها؟ لا طومبيراتور. الا كان داك السائل الماء لا طومبيراتور ديالو كبيره، غتبان العين بان الماء يلبوج، الماء يلبوج تبدا يتحرك. اذا بفعل درجه الحراره هذوك الايونات غادي يبداو يدورو يتحركوا. اذا خصني نعبر عليها اشنو غيدورو. سمحوا لي دابا المصطلح غادي نخلي لكم في الاول التفكك، نحيد هذا سمحوا لي يعني غادي نخلي لكم لو تيرم الاولاني التشتت. هذوك الايونات تبداو يدورو في المحلول، تبداو يدورو وحده غادي هنا وحده هنا وحده هنا بلا طومبيراتور. شكون سبب على طومبيراتور؟ اش هو تيبقاو يدورو؟ عندهم واحد الحركيه، ما غاديش نقول الظاهره الحركيه، خليو هذه الكلمه نديرها هنا، عندي ظاهره التشتت، انه يتشتت، يتشتت هو تيديسبيرس في جميع الاتجاهات، تيبدا يدور. اذا ملي غادي نسولكم دائما على اشنو هما لي زيتاب اللي تيدوز منها اي مركب ايوني، اذا درتيه في الماء غتقول في الاول خصو يتفكك، دائرة التفكك، انهيار البناء البيلوري، اش غيتبعو؟ تيضر، شوف ساهلة، خصو يريب، خصو يضر به الماء، وخصو يتشتت، صافي سالينا. إذا خصو يتفكك، خصو يتميه، خصو يتشتت، يتفكك، ينهار البناء البيلوري. دوزيامون، إيونات تضر بها جزيئات الماء، تميه، وفي الأخير يتشتت الايونات، تتشتت داخلها ماشي تتكسر،
تتشتت تتحرك. وديك اللعبه ديال التميوه هي اللي مهمه عندي انا. ملي غادي يكونوا دابا الايونات دايرين بهم جزيئه ديال الماء، تنديروا لهم فلاش شيمي واحد اللعبه، تنكتبوا اينا بلس هكا، تنجيو لتحت خصني نعبر على التميوه. التميوه هو الماء، تنقولوا اون سوليسيون اكوز، اكوز كي الحرف الا اي كي، تنجيو تنديروا بوتيطا بوتيك. ملي تشوفوا هذيك بوتيطا، الا شفتوا ديك بوتيطا وديك بوتيكي، اش هو المفهوم ديالها؟ ماشي العيون فيه الماء، الايون محاط بجزيئات الماء، معنى ان الايون مميه. لما تنديروا هذه اللعبه ديال الاكو لتحت، ايونات في الماء، هذيك تبدا تشوف شي غاز دير لي اكو، لا، لان الغاز ما عندوش لا شارج، ما يمكنش يجبد ليه الجزيئات ديال الماء. اذا فين ما يكون شي ايون درتيه في الماء، تدير سي ال موان اكو اينا بلوس اكو. اذا هذه الفينومين. الفقره المواليه لازم تبدرناهم، التركيز المولي للمحلول، لا كونسونطراسيون ديال سوليسيون. هذا الدرس اللي داز راه درنا لا كونسونطراسيون مولير، غنبقى نعاود فيها. استاذ عافاك استاذ عاود، ماشي مشكل، ماشي كاينش عافاك في هادشي، خاصك تقرا في الدار. سمعتي؟ غنعطيكم واحد المثال، يلاه تصنتوا ليا. غادي ناخذ واحد لا كونتيتي ديال لو عندها ان فوليم في، غنديرها في الماء تعطيني اون سوليسيون اس. شكون هو لو كومبوزي ديسو هنايا مثلا؟ انا غادي نجيب لكم واحد المثال ساهل، كلورور الامونيوم، كلورور الامونيوم مركب ايوني، درنا سيدي في الماء، منين داب عطانا اون سوليسيون، لو فوليم ديالها هو في لي اس، التركيز المولي ديالها هو سي. اول سؤال اللي غادي يفرقع عليك راسك يا وليدي هي تعطيني الصيغه ديال هذا. واو استاذ هادشي درته في الجدع مشترك. يا وليداتي انا من بعد غادي نعطيكم واحد الجدول غادي نديرو نيت مع الفيديو فيه الايونات كاملين، ولكن هنا غنوريك المنهجيه الخدمه، لان الا عطيتك الجدول ماشي باغي يقول لك سير تحفظو. ايماجين بان عطيناك كلورور دامونيوم، كلورور دامونيوم، قلت لك عطينا الصيغه ديالو، شوف المنهجيه، عقلوا على المنهجيه عافاكم. غتمشي للكلورور تعطيني الايون ديال الكلور، شكون الايون ديال الكلور؟ سي ال موان. ها شكون الايون اللي تيجي من الالومنيوم، ماشي الامونيوم، الالو، اسمحوا لي، الومنيوم كلورور دالومنيوم. تتعرفوا الالومنيوم هو ال، شكون الايون اللي غيجي منه؟ استاذ نسيت الشريف، سير تراجع المقرة السانكيام، ايوا حشم. ايون الالومنيوم هو ال 3 بلس. هذه المنهجية ديال جميع المركبات. نقدر نقول لك اكسيد الحديد الثاني نفس العمليه. يلا شوف كادير ليها، تجي تفتح واحد القوس تتكلاسي الايونات، البوزيتيف في اليسار، نيجاتيف في اليمين، ديما ديما خاصو يحقق لي التعادل الكهربائي، النيوتراليتي الكتريك. شحال من شحنه موجبه هنايا؟ ثلاثه، سالبه كاينه وحده، ضرب في ثلاثه باش تحقق لها النيوتراليتي. منين تحقق لها نوتراليتي غتعطيني الصيغه ديالو، تنديرو ال البوزيتيف ا غوش، الاخر ا دروات، لي فيغول تيتحيدو، لي موان تيتحيدو، بلوس تيتحيدو. شكون اللي غيبقى لك؟ بقى لك داك الكوفيسيون ثلاثه، تجيبون ها الصيغه ديالو وتنكتبها هنا ا ال سي ال 3 كلورور الالومنيوم. فهمتيني؟ استاذ فهمتك. قبل ما نكمل سمحوا لي غادي نعطي واحد المثال اخر، لوكسيد دو فير تاع
الطوى يلا الصيغه ديالو. اوكسيد هو الاكسجين تعطينا او دو موان. فير 3 هو اف او 3 هي 3 بلس. اي ني با نوتر ملتيبلي بار 2 باش تعطيني 6. ضرب هذه في 3 تعطيك ناقص 6. الصيغه ديالو شكون هي دابا؟ شكون اللي غيجي في اليسار؟ لو بوزيتيف. الكوفيسيون اللي درتي شحال؟ 2 اف او 2. لا شارج ما تنكتبهاش. السالف اليمن لا شارج قلنا ما تنكتبوهاش. شكون اللي بقى 3 الصيغه ديالو؟ اف او 2 او 3. راه ضروري سمعوني اش نقول لكم، ضروري ترجع للجدع مشترك الدوره الاولى د العام اللي فات تقرا ديك المركبات الايونيه، لان لي بروف تيدير لكم ام بتي رابيل ولكن ما عطيتش كلشي. كيفاش نجي نعطيك انا كلشي؟ صحيح تنعطيك بعض الامثله والمنهجيه ديال الخدمه، ولكن تمشي تضرب شويه التمارة تعرف وتنشوف واحد شويه. اشنو هما الاسئله اللي ممكن يعطيوني هنا؟ غادي يجي يقولوا لي الكتله المذابه فيها شي حاجه من الجرامات. اول سؤال لا كونتيتي دو ماتير دي سوت ديال ا ال سي ال 3 لا ماس سور لا ماس مولير. لا ماس كاينه، ماس مولير كاينه، تنحسب الوحده ديال لا كونتيتي دو ماتير لا مول. هذه ماشي مشكل. لا كونسونطراسيون ديال المحلول سي لا كونتيتي دو ماتير ديال لو برودوي دي سو سور كوا لو فوليم دو لا سوليسيون. هادي حسبتيها لو فوليم يعطى في التمارين تتخرجها. مثلا لقيتي 10 على بريسونس موان 2 مول باغ ليتر، قلت مثلا اذا انا وريتك ها الطريقه اللي تدير باش تلقى لا كونسونطراسيون مول. سمحوا لي نكتب هذا الرقم اللي غنحتاجو. مثلا 10 موان 2 مول ليتر موان 1. من بعد غنقول لك كتب المعادله ديال التفاعل. يلا المعادله ديال التفاعل شكون اللي تفاعل؟ يلا هضروا. كاين ار سي ال 3 مع من تفاعل؟ مع الماء. يلا كملوها ليا. شت الصمت كلشي سقل. بغيت نسولكم واحد السؤال، هاد اللو هذا واش تفاعل مع المركب ولا غير يدوبو؟ استاذ ما فهمتش. ما فهمتيش. الا قلنا دوبو اش دار؟ غير هرسو. قلتي تفاعل غيدخل معاه في لا رياكسيون غادي يعطيوني اجسام جديده المركبات الايونيه. اش تيدير ليها الماء؟ الماء اش تيدير المركبات الايونيه؟ تيدير لها ذوبان. تنتكلم على مركبات ايونيه، حنا تنقراو الايونيه ماشي الجزيئيه. الله يخليك. ايونيه اش غيدير؟ غيهرسو. معنى ان هذا ما غيتفاعلش مع هذا، اذا اش غيعطي؟ غيشدو غادي يهرسو. غادي يهرسوا الايونات. شكون هما؟ ال 3 بلس زيد. يلا كمل. كلور شحال؟ سي ال موان. كاين كوفيسيون 3 هذيك تنساه. ما تنساش الايونات ديال لهم اكو اكو. هذه المعادله ديال الذوبان. معنا غير هرسوا. كاين بعض الاساتذه تيديروا هكا، تيديروا ال سي ال 3 تيدير سام هكا، تيدير ال 3 بلس اك زائد 3 سي ال موان اك، وتيجي فوق السم تكتب الماء. ما عنده الحق، لان الماء اش دار؟ راه دار ذوبان. واحد قال لي استاذ وهذه استاذ كاع ما متوازنه ال، ها هي سي ال وما فين هو اش دوزو يا بوراس؟ اشنو اك؟ هي لا بريزونس ديال الماء. انت مالك ما قاريش؟ كاين اساتذه تيحيدوا اش دوزو، تيحيدوا الماء تيديروا اش دوزو هنا. ماشي مشكل هذا، ماشي مشكل هذا. دير اللي بغيتي، دير اللي بغيتي الله يرضي لك. اذا غنعاون نكتبها. استاذ عطيني شي مثال اخر ديال شي معادله. اها
الا كانت اف او 2 او 3 هي اللي درنا لها الدواء باش تعطينا جوج اف 3 بلس زائد 3 او 2 موا. يلا درنا مزيان. دابا هذا المركب اللي درنا في الماء تفككاش غادي يولد ليا، غادي يولد ليا الايونات. ها يعني ان هذا المحلول فيه ايونات، ها هما فيه بزاف ديال 3 بلس، فيه بزاف سالم. داك الشيء واحد يقول له استاذ راه كاين 3، دير 3 هنا. هنا تندير الانواع اللي كاينه، ما تنديرش العدد، زيدوا الرابع شي العدد هو 3. هذاك 3 غا كوفيسيون الموازنه. تري بيان، هادوك الايونات اللي في المحلول، تنجيو للمحلول سمعوني مزيان، في المحلول في ايونات. شكون هاد الايونات اللي كاينه في المحلول؟ كاين ايل 3 بلس والسي ال موان. هاد الايونات عندها واحد التركيز جديد تيتسمى التركيز الفعلي. تنقولوا التركيز الفعلي للايونات في المحلول بالفرنسيه سي لا كونسونطراسيون افيكتيف. هاي شتف خامسا لا كونسونطراسيون افيكتيف دان اسبيس شيميك. شوف العربيه، التركيز المولي الفعلي لنوع كيميائي في محلول. اذا دابا اش غادي يولي عندي؟ غادي يوليو عندي جوج الانواع ديال التركيز. كاين التركيز المولي، هذا ديال من التركيز المولي ديال لاسوليسيون، هذا التركيز الفعلي للايونات. استاذ دابا ولاو جوج تركيز، اه ولاو بالك مخلوع. استاذ وشنو هو الرمز ديالهم؟ ها هي تنديروا ال 3 بلس، تنديروا السي ال موان، الرمز ديالهم هي المعقوفه. هاك عقلوا عليها مزيان، هاك منين تشوف المعقوفه سميتو التركيز الفعلي. ردوا البال، التركيز المحلول هو السي، التركيز الفعلي ماشي هو السي. التركيز الفعلي تيتقال الايونات، راه فين ما نديرو شي مركب ايوني في الماء وتيدوب تيخرج ليا ايونات. ضروري غادي يقول لك احسب التركيز الفعلي ديالها، كاينش اللعب. وستاد العلاقه سهله، العلاقه بحال السي ان على في، والو سهله هادي، هادي سهله الدراري. تنديرو كميه الماده ديال ال 3 بلس على في ديال المحلول، كميه الماده السي ال موان على في ديال المحلول. مول لتر، مول لتر، اذا حتى هما عندهم الوحده هي مول بار لتر، والله مول في اللتر ماده موانزا. استاذ عافاك حسبهم لينا توت سويت، نحسبهم لكم. يلا اجيو، يلا نحسبوا غير واحد باش يلا اجيو. تركيز على 3 بلس شنو هو؟ هي كميه الماده ديال من ال 3 بلس اللي كاينه في المحلول قسم على حجم ديال المحلول. الحجم ديال المحلول تيكون في التمارين، الدقه غتجيك من هنا. هذا استاذ غادي نديرو ام صغيره على ام كبيره، ما تنديروش الايونات. ها انت حصلتي سمحوا لي ديك السي ديال القبيله شنو هي؟ هي ان سور في، خليوها في هنا ماشي مشكله. ان ديال من ال سي ال 3 غير ذكرت بها الطريقه اللي تنديرو. كاين واحد العلاقه بجدع مشترك واش درتوها ولا لا ديال التناسب. اسمعوا العلاقه ديال التناسب، تنديرو كميه الماده ديال ال سي ال 3 على المعامل التناسب ديالو واحد، هذا تساوي كميه الماده ديال ال 3 بلس. شكون المعامل هنا؟ واحد. هذاك دير زائد تساوي كميه الماده سي ال موان على معامل 3، سميتها لا فورمول ديال لا بروبورسيوناليتي ديال لي كونتيتي دو ماتيير. جدع مشترك، عقل عليها. تناسب جميع المعادلات تنديرو فيها التناسب. عندك تشوف زائد هنا تحط لي هنا زائد، كلشي تساوي. ديما تدير هذا على معامل تيساوي هذا على معامل، هذا على معامل، غنفك بها المشكل. اجو شتي هذا هو هذا، جيبوه من هنا، شد حيد هادي. اذا هادي هي هادي، هاي اذا هي كميه الماده ديال ال سي ال 3.
في الاخر اش غتولي؟ غادي يولي التركيز الفعلي ديال شنو هو؟ ان ديال هذا على في. شكون هو ان ديال هذا على في؟ هو هذا. وشكون هذا؟ هو السي. اذا التركيز الفعلي ديال هذا هو التركيز ديال المحلول. زوين وسيد هادشي. اجيو للثاني دابا. يلا التركيز الفعلي ديال السي ال مو. كميه الماده السي ال مو على في. عافاكم يا ربي شدوا هادي وهادي. جيب لي منها كميه الماده السي ال مو الله يرضي عليك. هادي ثلاثه د المرات هادي. 3 فوا ان ا ال سي ال 3 سور في. هي ثلاثة في. شكون هي هادي؟ هي السي. اذا ثلاثة السي الدوبل ديال هذا. استاذ وما كايناش معنا شي طريقة أخرى مباشرة؟ استاذ دابا خصنا نديرو ديك العلاقة ديال التناسب استاذ استاذ واش ما كاينش استاذ شي حاجة؟ قول اشنو اشنو؟ يلا غاسكت انا نقول لك. غادي نمشيو للعلاقة ديال التناسب. كمية المادة ال سي ال 3 بلا ما دير عليها واحد تساوي كمية المادة ديال ال 3 بلس بلا ما دير عليها واحد تساوي كمية المادة السي ال مو على 3. غتشدو هادشي كامل قسموه على في. كلشي كلشي قسم على في. ما غاديش تغير المتساوية ا كونديسيون ملي تنكون تنديرو الدوابة الحجم ديال الماء ما تيتغيرش ثابت. تيقولوها في التمارين. بالله عليك هادي ما انا ما عقلتش شنو هادشي. شكون هي هادي؟ هاي هي السي. بالله علي قبل قليل شنو هي هادي؟ تركيز على 3 بلس. بالله عليك شنو هي هادي؟ خلي لي هذيك الثلاثه بعدا هي الاولى. شكون هي ان سي ال مو على في؟ هي التركيز الفعلي ديال سي ال مو. بالله عليك واش بنت لك ولا باقي نبينها ولا نتفاهم معاك؟ يلا شنو هو تركيز على 3 بلس دابا؟ ها هو السي. وشكون هو التركيز ديال السي ال مو؟ شد هادي مع هادي ضرب هادي في ثلاثه هي 3 سي. ها الجواب شتي ديريكت. كاين بعض الاساتذه منين تيشرحوا للتلامذه الطرق بجوج من بيناتهم انا تنعطي التلميذ فيفير يدير واحد الحاجه فيفير تكتب المعادله تكتبها تنقول يلا تركيز ال 3 بلس تركيز سي ال مو ما يدير ليا لا تناسب لا جوج تناسبات. شوف اش غيوقع. شوف ال 3 بلس شحال الكوفيسيون ديالو 1 تيجي هنا تكتب 1 فوا سي ديريكت. سي ال مو شكون الكوفيسيون 3 تيحط 3 هذاك تنسى ويضرب في السي مباشره ومسموح بها على حسب الاساتذه كل واحد واش تيدير. استاذ شي مثال اخر هو الاول. غنرجع لهذاك ديال قبيل اف او 2 او 3 دابت في الماء سمحوا لي الطبع السيلو مشى تعطينا جوج اف او 2 بلس بلس 3 او 2 موان اك اك. عرفتوا هذا اللي درنا في الماء حتى هو غادي يكون عنده واحد لا كونسونطراسيون مولير سي في مشكلة هذيك. يلا تركيز اف دو بلس تركيز او دو موان الفعلي كوفيسيون ديالها شحال جوج صافي دو سي كوفيسيون ثلاثة بحالي 3 سي وانت هنيتينا وهنيتي راسك. هادو بعض الأمثلة باش تكون الكور فهمتيه مزيان باش توجد راسك للتمارين ديال المعقول والصح. في انتظار ذلك أقول لكم دائما أستدعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي.